ان مركز كافة جاي عشان يشتغل مع الشباب في اجندتهم. هي شنو ده موضوع اللي انا سمعته قبل شويه لما حصل التقديم. انا كنت يعني استمعت لكم بتركيز عالي جدا ويعني اوريدي انا عرفت انا اوريدي يعني واضح جدا انه الاجنده بتاعت الشباب من خلال المنظمات. انا بس احب اقول انه في البدايه احنا كمركز كارتر الان في هذا الاجتماع احنا ما بنقول بنتكلم مع 150 شاب، لا احنا بنقول بنتكلم مع 150 ممثل لتنظيمات شبابيه. يعني ده الفكره بتاعتنا، يعني احنا نظرتكم له اي واحد فيكم احنا بنفتكر انه هو يمثل كيان شبابي يستطيع انه ينقل الحوار ده الى الجمعيه العموميه بتاعته وابعد من الجمعيه العموميه. وده موضوع مهم جدا من البدايه يكون فاهمين احنا الدعوه دي جاتكم كممثلين، يعني ما في زول هنا احنا داعين بصفته شاب شخصي، احنا داعين كيانات شبابيه. ومركز كارتر السياسه بتاعته في هذا البرنامج انه يعمل من خلال تنظيمات شبابيه وليس مع الشباب كافراد. هذه نقطة أساسية عشان نكون متفقين فيها، يعني احنا الآن بنتحدث معاكم باعتباركم ممثلي لتنظيمات وكيانات شبابية بما فيها لجان المقاومة. ولجان المقاومة أن احنا عارفين وواعيين بأنها هي العضوية فيها ما كلها شباب، لكن الغالبية الطاغية هي شباب. وبالتالي الفهم ده مهم جدا من البداية عشان الشراكة تكون واضحة أنها هي من خلال تنظيمات ومنظمات وكيانات شبابية. أن احنا ايضا ما جايين نكون كيانات شبابيه جديده، احنا جايين نشتغل مع كيانات اصلا موجوده. لانه ده موضوع مهم جدا انه نفي يفهمه خاصه الاعلاميين. مركز كارتر ما عنده اجنده للشباب، مركز كارتر ما عنده هدف لتكوين شباب ولا منظمات شبابيه، هو جاي يشتغل مع اجنده بتاعت الشباب، هو جاي يشتغل مع منظمات وكيانات شبابيه موجوده. لما انا استمعت لكم الان كان واضح جدا من التعريفات، ذكرت كلمات واضحه جدا بتشكل اجندتكم. سنة استمعت لكلمه التعليم، البرامج النسويه، سمعت السلام، الصحه، السلام المجتمعي، المناصره والضغط، العداله الانتقاليه، حقوق الانسان، العون القانوني، النوع، الاصلاح القانوني، نون فايلنس، نبذ العنف، التحول الديمقراطي، تشبيك، تدريب، بناء قدرات، حكم راشد، إصلاح سياسي، حماية الفترة الانتقالية. دي الكلمات اللي أنا سمعتها من خلال تقديمكم للكيانات اللي أنتم بتمثلوها. يعني الكلام ده أنا كله كتبته من خلال التقديمات بتاعتكم. وبالتالي أنا أستطيع أن أفهم إن القاعدة والمنظمات الموجودة والكيانات الموجودة هي بتعمل في شنو، ودي أجندتكم مش أجندة مركز الشباب، مركز كارتر. أنا سعيد جدا بأنه نحن ندشن هذا العمل في هذا اليوم. ولماذا التركيز على الشباب بواسطة مركز كارتر سنتر؟ في معلومات واضحة ونحن ما جايين نديكم محاضرة أنتوا كشباب، لأنه في قضايا واضحة جدا. اولا ما فيش نفرين بتغالطوا في السودان او خارج العالم بانه الشباب كانوا هم وقود وشعله الثوره منذ ان بدات الى ان استمرت، والان حمايتها واستمرارها متوقفه على دور الشباب بشكل اساسي. ده ما موضوع بتاع مساومه ولا موضوع بتاع حديث، ده واقع يشهد به العالم، يشهد به كل السودانيين، يشهد به حتى الاحزاب السياسيه الان موجوده في سده الحكم وفي المعارضه. فيبقى ده واقع. وبالتالي هنالك اسباب كثيره جدا يجعل التركيز على الشباب مساله من مسائل مهمه جدا لنجاح الفتره الانتقاليه واعطاء ضمانات مستقبليه للسودان. هذه واحده. لماذا التركيز على الشباب؟ الشباب بيشكلوا 60% من سكان السودان الان. الاحصائيات الرسميه بتشير لانه الشباب يشكلون 60% من سكان السودان الان. ومع ذلك خلينا نقدر نقول انه في كثير، وده ما افتكر ما موضوع برضه فيه جدل، مساهمة الشباب في صناعة الثورة ما قبلتها وزنة مناسبة لمشاركته في صناعة القرار والاستمرار في المشاركة في صناعة القرارات الكبيرة في الحكم وفي الفترة الانتقالية. هذا واقع أيضا موجود يجب أن نعترف به، والشباب هم بيعبروا عن الكلام ده بشكل أو آخر.
وبالتالي هنالك سبب اكثر من سبب يجعلنا نركز على الشباب. الشباب هم ضحايا الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي اللي تمت في الفتره كله. اذا نحن عملنا احصاءات للضحايا سواء كان الشهداء او العجزة او الناس اللي حصل لهم ديسيبل، الناس اللي طلعوا من التعليم وخرجوا من الفعل الاقتصادي، بنلقى 90% او اكثر هم الشباب. وده انا بحاول اجاوب على لماذا التركيز على الشباب. الشباب سياسيا يشكلون 60% من الناخب السوداني في الانتخابات القادمه بغض النظر عن الانتخابات بتاعه، وبالتالي هم بشكل 60% من الصوت الناخبين في السودان، وده موضوع مهم جدا في 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 هذا المساله. الشباب، ودي نقطه مهمه جدا، الشباب احنا واعيين كمركز كارتر وجايبين جايين بتجربه كارتر في اكثر من 28-30 دوله بيعمل فيها، عنده تجربه ثره وكبيره، ونحن ناقلينها للسودان. ولكن نحن في وعينا وفي مخيلتنا الواقع السوداني وخصوصيه السودان في كثير من الاشياء، واحده منها التنوع دايفرسيتي. احنا واعيين بانه الشباب الموجودين هسه في القاعده في عامل واحد مشترك بيناتكم، انه انت شباب، انت جيل شباب، يعني جينيريشن. ده اللي انا متاكد منه، انه يو ار جينيريشن، وان جينيريشن. الباقي ده انتوا مختلفين، انتوا مختلفين سياسيا، مختلفين اجتماعيا، مختلفين اقتصاديا، مختلفين فكريا، مختلفين دينيا، مختلفين جغرافيا، مختلفين في كثير من القضايا. لكن يظل الحقيقة الكبيرة والمهمة اللي نحن دارين نستثمر فيه انه انتوا جيل تمثل جيل الشباب. مركز كارتر يستثمر في هذا باعتبار انه الشباب رغم التباين بتاعهم دي الا انه هم عندهم اجندة مشتركة. الاجندة المشتركة دي شنو؟ احنا ما هنقولها، تقولوها انتوا. يعني الان انتوا موجودين هنا، وده بيقودنا للنقطة الثانية اللي هو مركز كارتر بيعمل وهو واعي بانه مع هذا التنوع هنالك فرصة كبيرة جدا انه الشباب كجيل يشتغلوا حول اجندة مشتركة. مع وده معناه شنو يا شباب؟ يعني انه اول حاجة تقروا بانه انتم مختلفين، وتحترموا الاختلاف، وتختلفوا وتقروا مع الاختلاف في فرصة انه تشتغلوا في اجندة مشتركة. اذا ده ما تم، من الصعب جدا انه البرنامج بتاعنا اللي عايزين ننفذه بالتركيز على الشباب، من الصعب جدا انه هذا البرنامج يتركز يعني يتنفذ، لسبب بسيط، لانه هو البرنامج ده قائم على الاجنده المشتركه. الاجنده المشتركه وليس اجنده المنظمه اكس ومنظمه واي، لا، اجنده الشباب المشترك. اجنده الشباب المشترك، انا بركز على الكلام يا اخوانا لانه احنا ماشيين على مرحله بتاع التنفيذ، يجب انه يستوعب الحضور هنا بانه احنا شغالين على الاجنده المشتركه للشباب. الاجنده بتاعتكم اللي فيها تباينات والاختلافات دي ما اجندتنا. ولكن بنقر على انه الشباب هم كجيل عندهم قضايا مشتركه، والقضايا المشتركه معظمها قضايا وطنيه، قضايا قوميه. يعني حاسه احنا استمعت لكم في جزء من المنظمات شغاله في قضايا يعني من ناحيه جغرافيه محدوده المكان، لكن طبعا انه نفس القضيه دي شغالين فيها في جنوب كردفان وفي دارفور وفي النيل الازرق وفي الخرطوم، معناها قضيه وطنيه. حتى لو انت شغال براك هناك في منطقه محدوده، لكن لازم تقر بانه انت عندك شريك اخر شغال في نفس المنطقه. وهنا بيجي دور مركز كارثر بانه عايز يوفر القاعده والمنصه اللي بتدي فرصه للشباب في كل السودان، في كل السودان انه يتكلموا حول الاجنده المشتركه ويشتغلوا حول الاجنده المشتركه بشكل جماعي. وانا افتكر انه الموضوع ده من ناحيه نظريه قد يراه بعض الناس صعب، لكن احنا شايفين انه كمركز كارتر دي مساله ممكن تحدث، وحينما يحدث ممكن يحدث التحول. ممكن يحدث التحول وممكن تتحكموا على مسار الانتقال. دي نقطة أساسية، وأنا يخليه لو نحن انتهينا على هذا النقطة واتفقنا عليها، أنا أفتكر إنه الورشة تكون حققت الأهداف بتاعها. يا شباب وشابات. عشان كده أنا بقول إنه عشان الشباب يشتغلوا حول الأجندة المشتركة
مهم جدا يكون عندهم ظروف مواتية بتخليهم إنه هما بشكل استقلالي مستقلين independent كده يقدروا يتناقشوا وما يكون في مؤثرات. أنا عايز أؤكد لكم بإنه مركز كارتر لن يكون مؤثر بأي حال من الأحوال على اتجاهات الشباب في خياراته. وبعدين أنا بتكلم معكم كمدير مركز، لكن في كثير من الناس عارفيني، يعني أنا ما زول يعني جاي أقول كده، في ناس هنا يمكن معظم الناس بيعرفوا جو معكم ده جاي من وين. يعني أنا آخر منصب كنت مستشار رئيس الوزراء شؤون السلام، وكنت موجود معكم في القيادة، موجود معكم في الأحياء. يمكن لو قلت أرفع يدكم أنا شاركت في كم ندوة من اللجان المقاومة في الأحياء، أفتكر الموضوع موجود. فأنا ما محتاج إنه يعني أتكلم عن المسائل دي، لكن عايز أقول أنا بمثل مركز كارتر، حريص جدا كما هو حريص إدارة مركز كارتر في أتلانتا في إن الشباب يحددوا أولوياتهم، ومركز كارتر حيوفر إمكانياته كله لأولويات الشباب الذي يختارونها ويتفقون حولها. نقطة ثانية مهمة جدا، بمجرد ما اتضع بأنه هذا التمثيل لا يمثل الشباب السوداني، معناه نحن ماشيين بنفقد الحيادية وبنفقد التوازن، وبالتالي ما بيكون ده الحتة اللي عايزين نشتغل فيها. لازم تكونوا واعيين بالشباب، يعني احنا لو حصل اتضع انه التجمع ده اتضع انه تجمع مبرايز على اساس مجموعات، وفي مجموعات قاعده بشويه يقول انه مركز كارتر هو لما مجموعه من الشباب ويشتغل معاهم شغل ضد المجموعات الاخرى، ده واضح انه ذيس از ده البيئه اللي احنا هنشتغل عليها. لازم نكون واضحين جدا معاكم، احنا حريصين على انه نوفر القاعده والظروف اللي بيخليكم انتم كشباب تتحاوروا وتحتاجوا لاجندتكم وصوتكم، الطريقه اللي انتم دارين توصلوها، احنا اللي مسؤولين في انه نوفر لكم التسهيلات اللي بيخلي صوتكم الكولكتيف الجماعي ده يصل الى اي حته، سواء كان فوق او تحت. عشان كده احنا قلنا الكلام ده هنعمله في 18 ولايه. يعني هنعمل 18 اجتماع مثل هذا الاجتماع، وهيتبعوا مسائل اخرى عشان ما يبقى كلام ايضا في الخرطوم. في هذا المشروع كارتر للمراقبه الشبابيه، هو المشروع اللي عايزين ننفذ له الافكار اللي انا قلتها الان. احنا مسمينه مشروع المراقبه المدنيه، او مشروع الشباب للمراقبه المدنيه، مشروع الشباب للمراقبه المدنيه. قبل شويه انا سمعت الكلام حول لجان المقاومه بيتكلموا عن مراقبه اداء الحكومه. في كلام حول بناء السلام ومساهمة في تنفيذ السلام، يعني في قضايا كثيرة. في سمعت كلام عن الـ transitional justice، العدالة الانتقالية، دي كلها أنا سمعتها منكم. وبالتالي الأجندة دي وقضاياكم وهمومكم دي قضاياكم، لكن أنتم محتاجين لأوعية وسائل. كارتر هو موجود لهذا الفاسيليتيشن. هذا المشروع بيوفر منصات محايدة، وأنا أكرر منصات محايدة يسمح لهم بالتجاوز، يعني بالشباب بالتحاور الإيجابي وتحديد قضاياهم المشتركة. اثنين، تسهيل وتقوية منظماتهم وكياناتهم المختلفة والمتباينة في العمل معا حول القضايا المشتركة. حول القضايا المشتركة، تشبيك الكيانات بتاعتهم الموجودة أصلا، والعمل في شكل مناصرة ومجموعات ضغط، والفعل المشترك مع القدرة على إدارة التنوع. لسه أنا بكرر الكلام ده، يعني أثناء ما أنتوا شغالين في الفعل المشترك لازم تكونوا حساسين، لأنه إدارة التنوع ده ما جيتوا بتفرتبوا طوال، ثاني يوم بتفرتبوا. لازم تكون عندكم يا شباب القدرة على إدارة التنوع. وخلينا أقول الكلام ده بشكل سياسي، واحدة من التحديات الفترة الانتقالية هي عدم قدرة جيل الآباء اللي أنا منهم على إدارة التنوع. الشباب في القيادة العامة أدونا درس في إدارة التنوع وفي كسر الحواجز اللي كانت موجودة، لكن بعد ما نحن جينا وعملنا طول الفترة الانتقالية زي القيم دي ما حصل لها ترجمة في الاداء الحكومي اللي انا جزء منه. ف
فلذلك انا بفتكر على انه مساله التدريب اللي انتم تكلمت عنها ومساعدتكم في كيفيه توصيل صوتكم ومساهمتكم في تشكيل الراي العام وفي صناعه القرارات المصيريه لهذا البلد، انا اعتقد انه ده موضوع واضح جدا وبما فيها الاصلاح السياسي. انا على علم ايضا على انه انتم بالتباينات اللي انا قلته انتم جزء منكم موجودين ايضا في 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 احزابكم وتستطيعون ايضا ان تعملوا كشباب، كشباب ما انتم اعضاء في الاحزاب، لكن انتم كشباب داخل الحزب تستطيعون تعملوا نفس التاثير الايجابي على حسب الاجنده اللي انتم بتشكلوها. وده كله الهدف بتاع المشروع ده انه يساعد الشباب في النهايه ان يكون لهم اليد الطوله في التاثير على الفتره الانتقاليه وفي التحكم على مستقبلهم السياسي ومستقبل هذا البلد. هذا هو الهدف الاساسي. وانا يعني عايز اختم الكلام بتاعي واكرر للمره الثانيه، مركز كارتر يعمل مع الشباب وفق الاجنده بتاعته، هو مستقل وعايز ان الشباب يكون عندهم استقلاليه تماما، هو يوفر الظروف المواتيه لممارسه الشباب ومناقشه قضاياهم وتحديد اولوياتهم، وبهذا نستطيع ان نمشي معكم مشوار ومشاوير. وبالتالي انبهكم للمره الاخيره والثانيه، حسن اداره التنوع واعتراف بانكم انتم متباينون داخل هذه القاعه، وما زالت هنالك عامل مشترك بيناتكم انه انتم جيل مشترك، وبالتالي تستطيعون ان تكون عندكم صياغه بتاعت اجنده تحكمكم انتم كجيل، وبالتالي تتحكموا في مستقبل هذا البلد. وفي النهايه انا عايز اكرر تحياتي نيابه عن اداره مركز كارتر هنا في الخرطوم وفي اطلانتا، يعني ابعث لكم بالتحايا، ونتمنى انه نحن هننتقل للولايات، ونحن في انتقالنا للولايات هنحاول ننقش نستفيد من المناقشات اللي حتتم في هذه القاعه عشان نستفيد منها في بقيه المنتديات التشاوريه حتتم في الفتره اللاحقه. وشكرا جزيلا.